ووضع للمستوى التابع للاتحاد الاوروبي جاء للقاء رئيس المجلس الاسري الانتقالي الفريق ركن محمد ادريس ديبي. هذا الوفد يتراسه السفير كورت كورناليس رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في تشاد رفقة كل من سفير فرنسا اسبانيا هولندا، حيث بحثوا مع رئيس المجلس الاسكري الانتقالي التعاون بين تشاد والاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات الحيوية، وتطرقا الى الوضع الراهن بالبلاد. كما دعا الاتحاد الاوروبي المجلس العسكري والقوى السياسية في تشاد الاستمرار في عملية السلام والمفاوضات والحوار. الفريق ركن محمد ادريس ديبي اكد بان المجلس العسكري الانتقالي مستعد للتعاون مع جميع الاطراف والتزامه بجميع الاتفاقيات مع الطبقة السياسية المجتمع المدني. وفي نهاية المقابلة السفير كورت كورناليس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي قال بأنهم شركاء أساسيين لتشاد في مجال محاربة الإرهاب والتطرف ومحاربة الجرائم المنظمة عابرة الحدود، وكذلك شريك للحكومة التشادية في عملية التنمية المستدامة والتقدم وفي عملية بسط الأمن والاستقرار بأفريقيا. أما اللقاء الثاني جمع رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي بوفد المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية برئاسة السيد إيفاريس دي لومبومبا، الذي أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي بأن المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية ما زالت تتابع انكسب الوضع الراهن الذي تمر به تشاد، وهم دائما يدعمون تشاد والمجلس العسكري الانتقالي حتى يتجاوز الشعب التشادي هذه المرحلة. من جانبه الفريق ركن محمد إدريس أكد بأنهم ملتزمون بالحوار وتسليم السلطة للمدنيين وماضون في فرض الأمن والاستقرار وضمان حياة سعيدة لكل التشادين. أما اللقاء الثالث والأخير جمع رئيس المجلس العسكري الانتقالي بوفد المعهد الدولي للسياحة برئاسة السيد باكسي بلوت. المقابلة تناولت مختلف أوجه التعاون المشترك بين المعهد الدولي للسياحة والبلاد، أبرزها دعم الاقتصاد التشادي عبر الاستثمارات والخدمات السياحية. اللقاء طرح أيضا موضوع التجهيزات لتنظيم ملتقى عالمي للسياحة الذي ينظمه المعهد الدولي للسياحة والذي تستضيفه مدينة عم جرس عاصمة ولاية إنادي الشرق في شهر أكتوبر المقبل بهدف تطوير القطاع السياحي. هذا ونذكر بأن وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في تشاد والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية ووفد المعهد الدولي للسياحة جميعهم انتهزوا هذه الفرصة وقدموا التعازي الحرة للشعب التشادي ولرئيس المجلس العسكري الانتقالي في وفاة مشير تشاد إدريس ديبي تنو.